السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. مثل ما وضحتكم بالمقطع السابق من كنت ارسم، قلت لكم راح التقي ان شاء الله ويا ابن عمي ضياء الرسام ان شاء الله، واليوم عنده صور راح شويه يبدع ويانا بالتصوير بالرسم، وان شاء الله هو راح يبدا سوياكم يوريكم شنو الرسم ماله. ابدا استاذ ضياء. السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ انا اتشرف طبعا بابن عمي وبيكم. ان شاء الله راح ارسم هاي الصوره لضيق الوقت. هاي صوره باباي وارسم بصفها عين بالقلم الرصاص. هاي راح الونها واحددها بحيث اخليها تبين انه صوره مو رسم، لانه خبره مو احنا الشرح والهاي والادوات وهذا يراد له مجال كلش كبير. فهسه نبدي راسا مباشره بالرسم وان شاء الله تعجبكم الصوره. ان شاء الله ابدا. طبعا شباب، بالمناسبة استاذ ضياء يعني متخرج من 1996، وهذا حاله هسه بباب المدرسة صور وما اعرف شنو شغلات للطلاب ويرسم للمدارس ويرسمهم للمدارس، ويعني لا تعيين ولا فتشي، يعني ان شاء الله هسه احنا تشوفون انتم هسه راح اوريكم رسمة وتشوفون تحكمون هاي شيء بسيط يعني. نلضيق الوقت ان شاء الله نرسم هاي فد شيء بسيط. حتى عيونك ورمت من الرسم. طبعا بين باباي لا هو لازم يبين غصبا ما عليه. طبعا شباب مثل ما جاي يشوفون استاذ ضياء رسام يعني من زمان بالثمانينات، هو ان شاء الله احنا هو هسه رسمت هو رسم هسه واحنا راح نبث بث مباشر، والبث المباشر راح يصير شيء اكيد قبل المقطع هذا، لان احنا البث المباشر عندنا راح يشرح لكم هو شنو كان وشنو ما اعرف، هاي شيء اكيد راح تعرفون بالبث المباشر. هسه احنا ساعدنا الرسم نريد نشوف موهبته. هذا شيء بسيط يعني، اكو يعني رسومات عنده شخصيات هسه راح تشوفونها بالبث المباشر وتحكمون على رسمه. هذا شيء بسيط يعني، مال مجرد على مود التصوير الوقت عندنا يعني مو مال هيك شيء، يعني لازم الرسم الشخصيات محدود عندك رسم الشخصيات يطول، يعني يطول مثل على راحته، لازم الدقه والما اعرف شنو. هو اعرف هو رسام وفنان ويعرف بهذا الشيء. تعرف نشوفه وين وصل استاذ ضياء. ان شاء الله ما بقى شيء، وراح نلونها ان شاء الله تلوين بحيث نقول ما تبين، تبين حقيقيه يعني قريبه للحقيقه، يعني من باب انه الالوان قويه يعني ما تبين عبالك رسم. هسه كملنا الصورة، هسه نجي على التلوين. ان شاء الله كل شغلات بسيطة استوراك تلوين يعني بعد.
اي هسه بقى التلوين، التلوين احنا نشوف احنا هسه بدايته تخطيط وراها تلوين، وان شاء الله يعجبكم. يعني شنو اكو فرق بين التلوين هسه هذا كله شخابيط وعلى السريع جيب وهيك والف خط وخط. هسه بالش اسمه بالتلوين راح نحدد الشغلات اللي راح تصير والنقوصات اللي نسويها. يعني مثل هاي منا رقزة منا كذا، وبعدين نسويها تلوين ونشوف ان شاء الله راح تبدي الصورة معالمها اكثر مما هي موجودة. هسه نبدي بالتلوين. هاي الالوان الوان بسيطة، الوان خشب ان شاء الله. نبدي هسه باللون نبدي باللون الاصفر. تتلون تلون الاصفر الوان، نبدي الوان سريع. شوف يعني التلوين سريع. هسه هذا انكسر القلم عوفه والله. هي لازم الصادق انت تبث. شوف يعني الون شلون ما كان، بعدين راح نظهر الرسم شلون يطلع بالصوره المضبوطه. ان شاء الله كملت هاي اللوحة صارت بهذا الشكل. ان شاء الله تعجبكم. هاي الشغلات بسيطة ظل. تقريبا القلم الرصاص اللي هو هذا. طبعا ذاك احلى من الرسم، احلى من الصوره. جود. جاهز.